الناطق باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قال إن اللجنة تمكنت بمؤازرة كافة الشركاء من تذليل الصعاب والوقوف الصارم في وجه أي عائق يفضي تأثير لإرباك وإخلال السير في تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. في جو من الهدوء والتنافس النزيه والوقور قال الموريتانيون كلمتهم من خلال صنادق الاقتراع، مؤكدين قدرتهم على إدارة اللعبة الديمقراطية بوعي وثقة والتزام. اليوم أثبت الطيف السياسي بكافة ألوانه قدرته على تنويع الطرح وتعدد وتنوع الرؤى والمقاربات مع الحفاظ على الجوهر والثابت الوطني. أيها الحضور الكريم، من المثلج للصدر أن يتنافس الموريتانيون في الداخل والخارج لاختيار ممثليهم دون عنف لفظي أو تراشق ينافي أخلاقنا وقيمنا وينأى عن قواعد خطب ود الناخب. ولكي لا تكون الصورة حالمة ومهومة في إبراز النقاط المضيئة، لا نجد غضاضة في القول إن طريقنا لم يكن مفروشا بالورود ولم يخلو من اعتراض صعوبات وتحديات، لكننا بفضل الله وبمؤازرة كافة الشركاء تمكنا من تذليل الصعاب ومن الوقوف الصارم في وجه أي عائق يفضي تأثيره إلى إرباك أو اختلال السير في اتجاه المسعى الكبير المتمثل في تنظيم انتخابات حرة شفافة ونزيهة. وتسجل هنا السادة الرؤساء شكر اللجنة وامتنانها وتذمينها لتجاوبكم وتعاونكم وتفهمكم لما حصل ويحصل من نقص أو اختلال ناجم عن حجم الاستحقاق الانتخابي الحالي. أيها الحضور الكريم، ربما من الوارد التذكير بخطوات هامة قطعناها معا آلت إلى نتائج معتبرة. يتعلق الأمر بالإحصاء الإداري للطابع الانتخابي الذي تميز بالشمولية ومسح الطاولة وأفضى إلى تسجيل ما يزيد على 1,700,000 ناخب، فيما مكنت المراجعة والتحيين على المنصة mycenny.org من وضع لائحة انتخابية صلبة قوية وشفافة. وتوالت الخطوات اللاحقة على نفس المنوال، بدءا بطباعة بطاقة الناخب وتوزيع المعدات الانتخابية على مكاتب التصويت في الآجال المطلوبة. أيها الحضور الكريم، لا يخلو المسعى البشري مهما كان من نقاط ضعف، وبقدر ما نعترف بالنواقص والأخطاء نؤكد أننا لم نسجل لحد الساعة ما يرقى لدرجة التأثير على جوهر ودقة المسار الانتخابي.